السلام عليكم. السلام عليكم. اش يمكن لك تقول لنا على البركه المائيه؟ وخويا كيف كتشوفوا راه ديما كتكون بحال هكا في التساقطات المطريه في الطيران الجوي راه كتكون بحال هكا ديما. ورئيسيه الطريق. طريق رئيسيه. كتربط ما بين سبت كزوله واسفي. واسفي. راه جينا البارح حنايا نيت عند هاد الناس الواليد وهاد السيد كيدير ديالي. يعني كتكون حلول ترقيعيه عمرهم صابوها ديما كي. ديما نفس المشكل ديما فيما كطيحش التساقط المطريه كتكون بحال هكا. ديما. شنو كطالبوا دابا نتوما؟ كطالبوا بهاد المسؤولين هادشي يصاوبوا لينا هاد الطريق، طريق رئيسية ماشي هو طريق رئيسية، كتربط بين فيلاج. انتوما كتشوف معاها يوميا تقريبا؟ أنا عندي لانافي ديال السبيطار. وأخويا بالنسبة لهاد البركة المائية كنعرفوا أن كل عام ملي كتساقط الأمطار كتشكل خطر لا على الراجل ولا على مستعملي الطريق جميعا، وكنتمناو من المسؤولين والناس اللي مسؤولين على الأسفي أنهم يصلحوا هذه الطريق لانها كل عام تحصد مجموعه من الارواح، لان الطريق طريق كارثيه ما بين مدينه كزوله ومدينه اسفي. نتمنوا من الناس المسؤولين ان شاء الله انهم يصلحوا لنا هذه الطريق لانها تشكل خطر على لا الرازيل ولا مستعمل الطريق ديال السياره.